السلام عليكم، أنا مالك أحمد، طالب بكلية الطب جامعة بغداد مرحلة ثالثة. بهذا الفيديو راح نكمل الملزمة الخامسة من ملازم الفارما الإميونيتي. شرحنا أول أربعة والسادسة هم مشروحة، بقى الخامسة سنشرحها، ويبقى لنا الإميون ثيرابي هم إن شاء الله على الفراغ نشرح. زين، هسه هاي الملزمة بيها ثلاث مواضيع. زين، نبدي نسوي تبويب للفكرة. طبعا هي ثلاث سلايدات، عفوا سلايدين، هذا السلايد وهذا السلايد، مو صعبة يعني فهم، وبيها كم شغلة نحفظها. هاي الملزمة راح تحكي على فد كاتيجوري مال الأدوية اسمه Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. هاي Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs تقسم، احنا بهالملزمة حنقسمها حتى نسهل الحفظ، يعني نسويها خانات بالدماغ حتى نفتهم من نجي نراجع ومن نجي نقرأ. هاي الـ Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs تقسم إلى A و B. الـ A هو Non-Biological Agents اللي يشملن 1 Methotrexate، 2 Chloroquine، 3 Cyclosporine. أوكي؟ وبعد عندنا هاي A كانت. الـ B منو؟ الـ B Biological Agents. هذولي الـ Biological، طبعاً هذني الـ Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs يستعملون بعلاج الروماتويد أرثرايتس. تمام؟ هذولي من يستعملون بعلاج الروماتويد أرثرايتس شي يسوون؟ يسوون ثلاث شغلات. أولا يقلل الكورس مال الديزيز، ثانيا يندوز ريميشن، لأن الأوتو إميون ديزيز يصير بي ريميشن ريلابسينج، يعني ريميشن وريلابسينج. شلون يعني؟ واحد من قاعد كل شي ما يسوي، ما يسوي اندوز للديزيز ما يجي يعني للأعراض. مثلا الجاوت، إذا واحد طلع أكل هواي لحم وبالخارج يعني عنده ما يسالف أنه نهاية الأسبوع يطلع يسكر ويشرب ياكل هواي لحم وهاي الأمور، يجي الأتاك مال جاوت، يصير له ريلابس. زين، فهنا هاي الأدوية توخر الأعراض يعني تقللهن. وبعد ثالثا شي يسوون؟ بريفنت فردر ديستركشن مال الجوينتس وذني التشوز اللي من ضمن الباثوجينيسيس مال الروماتويد أرثرايتس اللي شرحناه بداية ذيك الملزمة. هسه ذولي الأدوية يقسمون إلى بيولوجيكال ونون بيولوجيكال. البيولوجيكال اعطيناهم بي، النون بيولوجيكال قلنا ذولي أي. البيولوجيكال شنو؟ أدوية، مجموعة أدوية يشتغلن at a specific site. هذن المواقع اللي يشتغلن بيهن البيولوجيكال agents هن ضمن الباثوجينيسيز مال الروماتويد أرثرايتس، مو يصير بي انفلاميشن والتي سيل تشتغل والبي سيل تشتغل، وهاي القصة اللي حكيناها، يعني نثبط فتشي بهذا الباثوي. فهن عندهن بيولوجيكال تارجتس، بيولوجيكال ايجنتس. فهنا شي يقول لك؟ يقول لك البيولوجيكال ايجنتس ذني يكونن هايلي سبيسيفيك وعندهن تارجت سبيسيفيك باثوي اوف ذا اميون سيستم، يعني فد مكان محدد تشتغل بيه، إلى علاقة بروماتويد أرثرايتس. النون بيولوجيكال يعني هن حتى مو كاتيجوري، هيش لامهن ميثوتراكسيت، واحد عن الكلوروكوين، واحد عن السايكلوسبورين، كل واحد يشتغل بشكل، أوكي؟ يعني كل واحد إلى فد طريقة يشتغل بيها، وهاي الطريقة غالباً تكون مو ضمن الباثوجينيسيز من روماتويد أرثرايتس، بس هن يستعملن لعلاج الروماتويد أرثرايتس وبهن فائدة، بحيث الدراج أوف تشويس للروماتويد أرثرايتس مو من ضمن البيولوجيكال ايجنتس. لا، الدراج اوف تشويس اذا تجوجلوها يطلع لكم الميثوتراكسيت، هو يستعمل كدراج اوف تشويس للروماتويد ارثرايتس. تمام، هسه هاي تبويب للافكار اللي راح نحكيهن. هاي الملزمه قلنا هسه بيها هذول الادويه، وضمن البيولوجيكال ايجنتس اكو شيء اسمه تيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهيبيترز. هذول الادفيرس افكت مالتهم كلش مهم، النقاط ذني الاعراض الجانبيه كلش مهمه. فهذول التيومر نيكروس فاكتور الفا انهيبيترز، ا نيو كلاس اوف انجكتبل دراجز، هاي من جوجل، هيك ما مطلوبه، يصنفون ضمن البيولوجيكال ايجنتس. زين، افيلبل فور تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس و اذر كرونيك انفلاماتوري كونديشنز، وذني امثله مثل كرون ديزيز. وهاي التيومر نيكروس فاكتور الفا، نرجع هنا بهذا الرسم، التيومر نيكروس فاكتور الفا مو كان ضمن الباثوجينيسيز هياته، مو كان ضمن الباثوجينيسيز مال الروماتويد ارثرايتس، فاحنا ننطي انهبيتر اليه حتى يقلل الانفلاميشن، حتى يقلل الدمج اللي بالجوينت وهاي السوالف. تمام، وصلت ليش نستعمله؟ كل واحد بالبيولوجيكال ايجنتس الى فتارجت محدد تقدر تفهمه وتفسره،
بس ذولي البقية الميثوتراكسيت والكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين والسايكلوسبورين هسا راح ندرسهم، مو نفس فكرة البيولوجيكال ايجنتس. زين هسا نجي هنا ذولي ثلاث نقاط، اذا لقينا فتشي مميز بهاي الدراج نكتبه، وهذا التيومر نكروسيس فاكتور الفا مينين فرز مايكروفاج. شلون يشتغل؟ هو برو انفلاميشن يعني انفلاماتري ايجنت يحفز الانفلاميشن. بعد شنو؟ وننطي انهبيتر هذا التيومر نكروسيس فاكتور الفا. تمام زين ذولي الادويه سنبدي، هذولي الادويه الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراكس لازم نعطيهم should be started within 3 months. هاي مهمة، فهاي انها نكتبها على مود نتذكرها، 3 اشهر من الديزيز على مود شنو؟ to help stop the progression of the disease at early stages. زين هذولي الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراكس ما بيهم واحد سيف و effective لكل البيشنت، ماكو هيجي، كل شيء الى ظروفه. زين فذولي ال disease modifying anti rheumatic drugs يقسمون، وقلنا شنو تقسيمهم؟ نبدي بالنان بيولوجيكال. النان بيولوجيكال هم ثلاثة، ميثوتراكسيت كلوروكوين وسايكلوسبورين. الميثوتراكسيت is the drug of choice for rheumatoid arthritis. الميثوتراكسيت used alone يستعمل وحده أو in combination therapy. combination therapy يتكون من أكثر من واحد to treat rheumatoid arthritis. زين وهمين يستعمل للأرثرايتس لاخ اسمه سيروتيك أرثرايتس، هذا بي نيلز فايندينج يعني سيروسيس الصدفية ونيلز فايندينج وألم بالمفاصل. زين اسمه سيروتيك أرثرايتس. ميثوتراكسيت شون يشتغل؟ يشتغل على الفيتامين بي 9. زين فوليك أسيد أنتاغونست، هذا من يشتغل على الفيتامين بي 9 يسوي شغلتين، انهبت سايتوكاين برودكشن، وبعد شنو؟ اثنين inhibit purine nucleotide biosynthesis. زين البيورين هم منو؟ الاي والجي، فاذا ثبط الاي والجي وثبط السيتوكين شو يسوي؟ يثبط الاميون سيستم leading to immune suppressive and anti inflammatory effects. يعني فكرته انه يقلل الخلايا المناعيه زين ويقلل السيتوكين برودكشن فيقلل الانفلاماتري ريسبونس، فيقلل الانفلام يعني يقلل الاميون ريسبونس، اصلا يقلل الانفلاماتري ريسبونس فيشتغل كانتي انفلاماتري ايجنتس ويشتغل كاميون سبرسيف ايجنتس. اوكي افتهمنا شلون يشتغل؟ هذا السطر مهم شلون يشتغل. زين وين يستعمل؟ مهم هو الدراج اوف تشويس مال روماتويد ارثرايتس. زين بعد ال response to هاي مهمة، response طبعا هي الملزمة كلها مهمة لهن صفحتين. response to methotrexate يصير بثلاث إلى ست أسابيع. زين فهنا من استعمال العلاج، هاي الفترة اللي يأخذها العلاج على مود يطلع لك response، فهاي ممكن نكتبها يعني هنا ثلاثة إلى ستة أسابيع مو أشهر. زين it can also slow the appearance of new erosions within involved joints. The most common هسه هاي خلصنا شلون يشتغل وخلصنا ايش قد ياخذ حتى يشتغل، هسه نيجي للسايد افكتس. The most common side effects observed after methotrexate treatment of rheumatoid arthritis هو يستعمل لعلاج الروماتويد ارثرايتس هو الدراج اوف تشويس. شنو هي السايد افكتس؟ The most common اولا يعني يصير ميوكوسال ulceration ونوجه. زين ويصير عندنا سايتوبينيا، يقلن منو الوايت بلاد سيلز، وهنا يصير عندك السيروسيس اوف ذا ليفر، ويصير عندنا النيمونيا لايك سيندروم ويا الكرونيك ادمنستريشن. فهسه الادفيرس افكت مالته نصفطهم ulceration ونوجيا، اثنين يقلن الوايت بلاد سيلز سايتوبينيا زين وسيروسيس اوف ذا ليفر يعني ياثر على الليفر وياثر على اللانج وياثر على البون ميرو بحيث يقلل الوايت بلاد سيلز وياثر على الجي اي تي. وبعد يسوي هاي مهمه، يسوي اكيوت نيمونيا لايك سندروم، هذا بس بالكرونيك ادمنستريشن. فهسه هنا كرونيك ادمنستريشن، اوكي كرونيك ادمنستريشن يسبب لك نيمونيا لايك سندروم
حتى نتذكر. هذا الميثوتراكسيت شلون كان يشتغل؟ يثبط الفوليك اسيد انتاغونست. فحتى نقلل هاي السيمتومز ايش نعطي؟ نعطي هذا الفتشي كان يثبطه زين، فولينيك اسيد نعطي. ركزوا، هو يثبط الفوليك اسيد. هذا الفولينيك اسيد مفروض في ملاحظه، الفولينيك اسيد اكتيف فورم اوف فيتامينز كولد نون از فوليتس. هذا شو فرق الفولينيك اسيد عن الفوليت؟ الفوليك اسيد ان كونتراست تو فوليك اسيد which is a synthetic form of folate. Folinic acid is found naturally in foods. موجود بالأكل يعني. In the body, folinic acid can be converted into any of the other active forms of folate. يعني هنا يشابهن بالإملاء، ما صار يطلبون شنو فكرتين هاي. وإذا يجي جي ام سي كيو يقول لك مثلا هاي اللي يعطيك واحد من الادفرس افكتس. مثلا يجيبون كيس مريض اجى ياخذ روماتويد ارثرايتس، يعطيك اعراضه الم بالمفاصل وما ادري شنو، دا ياخذ ميثوتراكسيت وصار عنده اعراض النيمونيا، شنو تعطي حتى تقلل الادفرس افكت؟ تعطي فولينيك اسيد زين، تعطي واحد باليوم. الفوليك اسيد تيكن اون اوف دايز از وايدلي يوزد زين. هنا نسوي ليفر انزيم تيست لان هو يسوي سيروسيس اوف ذا ليفر وكمبليت بلاد كاونتس. ليش؟ لان هو يسوي سايتوبينيا، يقلل الخلايا كلهن، يقلل اعداد الخلايا كلهن سبيشالي الوايت بلاد سيلز. وبعد مونيتورينج فور ساينز اوف انفكشن. ليش؟ لان هو اميون سبرسيف، يعني يثبط الاميون سيستم، فانت معرض انه يصير عندك انفكشن. الميثوتراكسيت ينفهم، نجي نلخصه، لازم تعرف وين يشتغل، لازم تعرف هاي الثلاث الى ست اسابيع شنو فكرتها، لازم تعرف الادفرس افكت شنو، وكل ادفرس افكت شلون نلاحظه. تفحص انزيمات الليفر، ليش؟ لان هو يسوي سيروسيس للليفر. تسوي كومبليت بلاد كاونت، ليش؟ لان هو يسوي سايتوبينيا. لوك فور ساينز اوف انفكشن، لان هو اميون سبرسيف، وهكذا زين. هذا خلص. الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين. هذا الكلوروكوين او الهيدروكسي كلوروكوين يستعملون الايرلي مايلد روماتويد ارثرايتس. اذا جابنا هسه روماتويد ارثرايتس مثلا، هنا الروماتويد ارثرايتس، نجي الدراج اوف تشويس هذا منو؟ الميثوتراكسيت. الايرلي يعني هستوى بادي، والمايلد تستعمل له فد علاج اللي هو الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين. هذا الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين ما يستعمل وحده، اوفن كومبايند وذ ميثوتراكسيت. بينما الميثوتراكسيت كاتبين انه كان بي يوزد الون يعني زين. This agent الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين is also used in the treatment مال لوبس والملاريا. يعني هو يستعمل للروماتويد ارثرايتس وللوبس وللملاريا، وهم نستعملوه بكورونا بس مو افكتيف، هو صارت له دعاية وهاي لا الرخيص $10. فهذا اصلا يعني هيك من دا جوجل دا شوية اقرا عن هذا الهيدروكسي كلوروكوين. الهيدروكسي كلوروكوين يأثر على اعطاء اللقاح لسبب، السبب موجود هنا زين. نجي نكمل. الهيدروكسي كلوروكوين يستعمل روماتويد ارثرايتس، لوبس، ملاريا. هاي نعرفها بالملاريا لان دارسي يبقى روماتويد ارثرايتس ولوبس. الميكانيزم اوف اكشن مال هذا الهيدروكسي كلوروكوين بالاوتو اميون ديسوردرز ما معروف، انان. بس الفولوينج ميكانيزم هاف بين بروبوزد، يعني اكو خمسه الميكانيزم اللي ممكن يشتغل بهم. اولا يسوي سبريشن للتي ليمفوسايت ريسبونس تو مايتوجينز. اثنين يقلل اللوكوسايت كيموتوكسيك زين. ثلاثه ستابلايزيشن مال لايزوسومال انزيمز. اربعه انهيبيشن مال دي ان اي وار ان اي سينثيسيس. خمسه ترابينج اوف فري راديكلز. وبعد اكو سالفه، هذا الهيدروكسي كلوروكوين جوجل يعني لقيته، يقلل الشغل مال بي سيلز يعني مال بلازما سيلز، يعني يقلل الانتي بادي. فهمين من يعطون لقاح لازم يعني ما ينطون وياه هيدروكسي كلوروكوين. اوكي، وهاي ما مطلوبه هيك. المهم الفكره انه هو بخمس نقاط يشتغل على الاميون سيستم، اما يثبط التي سيلز او يثبط انه هاي اللوكوسايت انه نصيح المكان الانفلاميشن، يثبط اللايزوسومال انزيمز، يثبط السينثيسيس مال الدي ان اي والار ان اي، وترابينج اوف فري راديكلز.
اوكي، فانت تفكر تقول هذا ياثر على تكاثر الخلايا دي ان اي او ار ان اي سينثيسز، وياثر على الخليه نفسها يسوي سبريشن للتي سيلز، وياثر على انه نصيح الخلايا ديكريز لوكيوسايت كيموتاكسيك، وياثر على هاي الخلايا شلون حتقتل وشلون حتهاجم ستابلايزنج ستابلايزيشن عفوا اوف لايزوسومال انزيمز، وهم يعني شلون تقتل بالفري راديكلز، فهو يسوي ترابنج للفري راديكلز. ذا اونست اوف افكتس يطول من 6 اسابيع الى 6 اشهر، هاي هم نكتبها 6 اسابيع الى 6 هنا اشهر. زين هاي الهيدروكسي كلوروكوين والكلوروكوين، بينما الميثوتراكسيت 3 الى 6 اسابيع. اوكي، بعد الهيدروكسي كلوروكوين هاز فيور ادفرس افكتس اون ليفر اند اميون سيستم عن البقيه، يعني مثلا الميثوتراكسيت كان يسوي ليفر سيروسس، هذا ما عنده ادفرس افكت قويه، عنده فيور. بس شنو هذا الهيدروكسي كلوروكوين؟ عنده اوكيلار توكسيسيتي، زين الريفرسيبل ريتينال دامج اند كورنيال ديبوزيتس. هنا نجي نكتب الاي، يعني هو عنده اوكيلار توكسيسيتي، ياثر على الريتينا، يسوي ريتينال دامج وياثر على الكورنيا، وهم يعني كوز سي ان اس ديستربنسز جي اي ابسيت سكين ديسكلوريشن و ايروبشنز. هاي بس نأشر هنا لان لا عندي نيمونيك نحفظهن ولا شيء، عد بليلة الامتحان نقعد نتراخن. زين هسه هذا الهيدروكسي كلوروكوين شي عالج؟ يعالج 3 شغلات. شلون يشتغل الميكانيزم مالته انون، بس اكو 5 شغلات مقترحه، هذول الخمسه. شنو هي الادفرس افكت؟ اكثر عضو ياثر عليه شنو؟ الاوكلير توكسيتي على العين. زين خلصنا. هسه سايكلوسبورين ترى مو صعبات يعني، هن فهم. وهم هنا هنا نذكر مره لخ انكي، لان يعني ذن السوالف كل شيء نحفظن بانكي، مره مرتين تعيدهن يبقى يفيدن، وخصوصا انه ذن يفيدن. يعني الادويه شائعه الميثوتراكسيت يستعمل هواي، هو انتي كانسر دراج يعني مينلي استعماله الاساسي يستعملوه بالكانسر. هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكوين مفروض احنا دارسيها بالملاريا. بعد نجي للسايكلوسبورين، هذا السايكلوسبورين هو ثالث واحد من الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراكس النان بايولوجيكال. النان بايولوجيكال هن هواي ذاكرهن شرحوا، بس ثلاثه فرقهم عن البايولوجيكال شنو؟ هاي كارفرشمنت لازم نتذكره. اوكي هسه نجي سايكلوسبورين هو بيبتايد انتي بايوتيك. زين هو هنا بيبتايد يعني انتي بايوتيك، بات ات كونسيدرد a non-biological disease-modifying anti-rheumatic drug. هنا شنو قصدهم؟ قصدهم انه هو يعني يشتغل يثبط فشي محدد، بس رغم هذا يعتبر non-biological. زين شلون يشتغل؟ acts through regulation of gene transcription، يثبط الانترلوكين 1 و 2. هنا هذا الانترلوكين 1 كان بالباثوجينيسيز مال الباثوجينيسيز مال الروماتويد ارثرايتس، وهم يعني هنا طبعا ال اي ال 1 ضمن الباثوجينيسيز اوف روماتويد ارثرايتس، فهو يثبطه الاي ال 1 والاي ال 2 يثبط. بس هنا اكو فد نقطه مهمه، هو ما يثبط صنعهن، هو يثبط شغلهن. يعني شنو؟ يعني هو يثبط الريسبترات مالتهم، يثبط انه تنصنع الريسبترات مال الانترلوكين 1 والانترلوكين 2، فهو يثبط شغلهن. الانترلوكين 1 والانترلوكين 2 ليفلز ما بهن شيء، ما يتاثرن، بس الريسبترات مالتهم يقلن. زين سكندرلي يثبط المايكروفاج تي سيل انتراكشن، لان هن ذني هن حلقه الوصل بين المايكروفاج والتي سيل، ويثبط التي سيل ريسبونسيفنس. فهذا السايكلوسبورين قلنا انه يثبط الريسبترات البرودكشن يعني مال الريسبترات مال انترلوكين 1 و 2، وبالتالي الانتراكشن بين المايكروفاج والتي سيل هم يخرب. زين فهنا هذا طريقه شغله، شويه طريقه شغله مهمه، ويعني شلون يصير انتراكشن بين المايكروفاج والتي، منو يفرز الانترلوكين 1، من يفرز تيومر نكروس فاكتور الفا، من يفرز فلان شي، شلون دا يصير الاميون سيستم اميون ريسبونس،
هذا موجود يعني ملازم المايكرو. زين هسه نجي للادفرس افكت. اولا يصير لوكوبينيا يعني يقلل الوايت بلاد سيلز. الميثوتراكسيت هم كان يسوي لوكوبينيا صح؟ الميثوتراكسيت كوز سايتوبينيا بارتيكولارلي الوايت بلاد سيلز. زين هاي واحد. اثنين هذا يسوي ثرومبوسايتوبينيا يعني يقلل البليتلت ويسوي انيميا. هنا هم يسوي بانسايتوبينيا يعني يقلل كل انواع خلايا الدم البيض والحمر والصفيحات الدمويه. البيض والحمر لا عفوا البيض والبليتلت يقلن هواي يبين عندك انه عنده لوكوبينيا ثرومبوسايتوبينيا. يعني البليتلت تجي زياده هنا مثلا من 150 الف الى 450 الف هنا يجي كلش ناصي صار عنده ثرومبوسايتوبينيا او لوكوبينيا. الوايت بلاد سيلز زياده من 12000 من 4000 الى 12000 يقلن يجان كلش قليل يعني تقرا رقم بين قليل تعرفه. وانيميا تو اليسر اكستنت يعني اقل نسبه حدوثها اقل من البقيه. هاي دوزز مال السايكلوسبورين كان بي كارديو توكسيك يعني تسبب مشاكل بالقلب. اند انفيرتيليتي ماي اكر افتر كرونيك دوزينج ات انتي روماتيك دوزز. فهذا ممكن يسبب انفيرتيليتي هاي نأشرها لان ادفرس افكت خطر هو والكارديو توكسيك especially in women. صير infertility بالwomen. bladder cancer is very rare بس تصير يعني زين حتى ورا 5 سنوات من إيقاف العلاج. فالسايكلوسبورين بخمسة سطر ستة طريقة شغلة مهمة. شنو الادفرس افكت اللي يسويها هسه احنا المفروض ايش ناخذ نوت يعني يسوي infertility بالwomen أكثر شيء يعني هاي على مود نبقى نتذكرها والباقيات infertility بالwomen. زين سايكلوسبورين كويك ريكاب وين يشتغل؟ الريسبترات مال انترلوكين 1 و 2 يثبط صنعهم وبعد regulation of gene expression. الادفرس افكت يقلل انواع خلايا الدم زين الحمر والبيض والصفيحات الدمويه. الحمر انيميا البيض لوكوبينيا الصفيحات الدمويه ثرومبوسايتوبينيا ويسبب كارديو توكسيسيتي وانفيرتيليتي بالومن ويسبب بلادر كانسر. هذا بلادر كانسر مكاتبين فيري رير يعني اوكي. بعد شنو هسه نجي خلصان ذني للبيولوجيكال ايجنتس. البيولوجيكال ايجنتس هاي الايجنتس كان بي كلاسيفايد على مكان شغلهم على الموليكولار تارجت مالتهم. اكو يشتغلن على التي سيل يصحلن تي سيل موديليتنج بايولوجيك مثل من مثل الاباتاسبت. الاباتاسبت ينتهي بتي فهو يشتغل على التي سيل انا هيك حافظه الاباتاسبت. هذا واحد اول بيولوجيكال ايجنت هو الاباتاسبت يشتغل على التي. ثاني واحد بي سيل سايتو توكسيك ايجنت ريتوكسيماب. انا شلون حافظه هذا؟ هذا اسمه هو ريتوكسيماب فانا حافظه ري 2 يعني 2 ريتوكسيماب. هذا الريتوكسيماب هسه تقولي اوقف هو يشتغل على البي سيل. شنو ربط البي سيل بالتو؟ اوكي البي سيل بيها سي دي 20 اوكي ف 20 2 ريتوكسيماب هو بي سيل سايتوتوكسيك ايجنت. بعد مو هيك الفارما ما تمشي سوي قصص هاي الساكرين على السكران وهاي السوالف اللي يسووها يعني اوكي تفيد كلش ترى بالامتحان من يجيك حتتذكرها. ريتوكسيماب يسألك عليها من تشغل قولها سهلة كلش على البيتا سيل. ليش؟ السبب عفى بالك لا تقولها لحد. زين ريتوكسيماب يشتغل على البيتا سيل. الاباتاسبت نهاية تي يشتغل على التي سيل. بعد منو عندنا؟ انتي اي ال 6 ريسبتر انتي بادي اسمه توكلي زوماب. هذا ما عندي إلا نيمونيك أوكي حفظوه مثل ما هو أو نكتبه بداية الملزمة توكلي زوماب IL6 زين هذا ثالث واحد. بعد رابع واحد منه التيومر نيكروسيس فاكتر ألفا انهيبيترز اللي هم ينتهون بموماب أو ماب يعني هذولي مصنعين مونوكلونال أنتيبادي. زين هذولي بصراحة ما عندي نيمونيك لهم فيعني حفظوهم نفس ما هم ويسألون يعني بال أكو أتذكر أمس كيو سنوات سابقة جايبين الأباتاسبت والريتوكسيماب وهذا التوكليزوماب وجايبين واحد يمكن
هذا او هذا ما اعرف واحد منهن قال لك منو من ذني تيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهبيتر اختار، فانت تختار اللي تيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهبيتر. اوكي هنا باعتبار باقي الادويه شويه نتذكر اسمائهن، وهي بس هاي الملزمه بها اسماء غريبه هالقد، فنحفظ انه منو يشتغل على التي منو على البي، والاي ال 6 نحفظه، وعداهن هو تيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهبيتر. ممكن تمشي هالطريقه زين. هسه التيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهبيتر بيهم فتشي كلش مهم، اللي المرضى اللي ياخذون تيومر نيكروسيس فاكتور الفا انهبيتر عندهم 6 نقاط. اولا هذول يزداد عندهم الريسك مال الانفكشن مال توبركلوسيس وسبسيس زين، ويزداد عندهم تقل المناعه، يزداد عندهم الفانجل انفكشنز. الفانجس ما يصيب الناس عموما، يصيب بس الاميون كومبرمايزد هاي اثنين. ثلاثه يصير عندهم بان سايتوبينيا، يقل عن الخلايا. بان يعني كلهن، سايتوبينيا يعني خلايا، يقل عن كل الخلايا. هن اغلب اللي يشتغلن على المناعه واللي يثبطن الاميون سيستم والانتي كانسر درانك اغلبهن يقلل عن الخلايا. يعني هسه لاحظنا كل ثلاثه يقلل عن الخلايا، واحنا ما درسنا بس 4 ادويه. بعد شنو العفو، اللايف فاكسينيشن should not be administered لما تعطي تيومر نيكروس فاكتور الفا انهبيتر، لان ممكن يسبب ان انفكشن، لان ما عندك اميون سيستم يدافع اذا صار انفكشن. يعني انت اصلا حامي نفسك وكله تمام، بس تاخذ لايف فاكسين حتى تحمي نفسك اكثر، بس انت على تيومر نيكروس فاكتور الفا انهبيتر حيصير عندك الاعراض مال المرض. اوكي وبعد منو ما ننطي؟ يعني هسه هذا لايف فاكسين ما ننطي للتيومر نيكروس فاكتور الفا انهبيتر بيشنتس، وبعد اللايف فاكسين لمن ما ننطي؟ اكو فد كاتيجوري مهم قلنا انه ما ننطي اللايف فاكسين. منو هذول اللي ما ننطيهم اللايف فاكسين؟ هاي لازم تتذكروها. هذول التيومر نيكروس فاكتور الفا انهبيترز ما نستعملهم بالناس اللي عندهم هارت فيلير، لان ممكن يسوون وورسن او اكزاسربيشن للبري اكزيستينج هارت فيلير، ويسببون انكريزد ريسك اوف ليمفوما و اذر كانسرز. هاي 6 نقاط حفظ كلش مهمه. هسه نجي كل واحد وين يشتغل، شنو السايد افكت مالته، شنو الهايلايتد بوينت بي. يعني مثلا الميثوتراكسيت هو الدراغ اوف تشويس زين، الهيدروكسي كلوروكوين 5 نقاط يشتغل بيهم طريقة شغله، سايكلوسبورين انفرتيليتي بالويمن بلادر كانسر بس رير، يعني هاي السوالف. البيولوجيكال ايجنتس ريتوكسيماب وين يشتغل وهيجي. هاي كانت ملزمة سريعة، وهي خلصنا، نلتقي ان شاء الله، مع السلامة.